من السبت للخميس هو الأسبوع الأول للدراسة. الأسبوع الأول للدراسة كان قبله استعدادات كبيرة جداً، لأنه إحنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي حالاً في اللحظة اللي إحنا موجودين فيها دي، وفقاً لكل التصريحات اللي خارجة من وزارة الصحة، فإحنا في ذروة الموجة الرابعة. فكانت كل الاستعدادات اللي مرتبطة بالعام الدراسي، سواء مش بس اللي مرتبطة بملايين حيتم توفير الأمور ليهم علشان يرجعوا للتعليم النظامي، إحنا كنا نسينا الموضوع ده في السنتين اللي فاتوا، فهيرجعوا للتعليم النظامي، هيروحوا المدارس، هيبدأوا، لكن مع حركة ملايين الطلاب دي تحصل مشاكل أو يبقى فيه مشكلات لازم نتعامل معاها. الكلام ده حصل على مدى الأسبوع، إحنا عايزين نقيمه، نقيم إيه اللي حصل على كل المستويات، على مستوى الاستعداد الخاص بوزارة التربية والتعليم، على مستوى اللي أنا أقدر أسميه إذا جاز حرب الصور، صورة وصورة، إيه اللي حصل، الصور دي كانت فين، عملية التطوير على مستوى المناهج أو حتى على مستوى طيب إذا ظهرت صورة وعندنا مشكلة عالجناها بالفعل ولا ما عالجناهاش. 5 أيام تعليم في مصر، أسأل عنهم السيد وزير التربية والتعليم وهو مش عارف، وأنا دايما بكرر الحكاية دي، مش عارف إذا كانت دي ميزة له ولا عبء على المسؤول العام، إن هو كمان بيتعامل بشكل مباشر دايما مع مواقع التواصل الاجتماعي بكل ما فيها. دكتور طارق شاوي برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بك شريف، اهلا وسهلا. كيف ترى السؤال الاول، كيف ترى ال5 أيام الاولى في السنه الدراسيه الجديده؟ والله بص، احنا يعني بنجتهد زي كثير من الدول في انقاذ العام الدراسي دايما منذ بدء جائحه كورونا، والحمد لله السنه ونص اللي فاتوا نجحنا نمر من عامين دراسيين بسلام، بحيث الاولاد مستقبلها ما تهزش، وبنحاول السنه دي مش بس نكمل العام الدراسي او نخليه منتظم، بس نعوض كمان ولادنا عن ما فقدوه في السنه ونص اللي فاتوا تعليميا. كنت اتمنى طبعا يكون معظم الحديث عن هذا الجانب اللي هو جزء التعليم، يعني نعمل ايه في التعليم، في المناهج، في الفجوه التعليميه، في كفاءة أعضاء المنظومة التعليمية، يمكن ده يجي مع مرور الوقت. إنما الأسبوع الأول كان طبعا في مزيج من مشاكل بيعاني منها التعليم المصري من زمان، اللي هي زي طبعا أنت شايف النغمة، أنا عاوز أحط كلمة نغمة بين قوسين، يعني النغمة اللي هي بتتكلم على 3 مواضيع بإمعان شديد بعيدا عن التعليم خالص. نتكلم على الكثافات اللي هي مش مفاجأة، وعجز المعلمين اللي هو مش مفاجأة بس هو اتفاجئنا بيه بشكل أو آخر، والمصروفات اللي هي برضو سنوية. فالثلاث حاجات دول موجودين منذ الأزل، وإحنا شرحنا كتير جدا جدا الموضوعين دول، مش وزارة التربية والتعليم هي المنوطة بيهم لوحدها، لأن دول بالذات فيهم جوانب أخرى. يعني بمعنى إيه يا فندم؟ الموازنة، أهمها توفر الموازنات وتوفر القوانين اللي تسمح. يعني لو كنت بتتكلم على الكثافات فأنت بتتكلم على فلوس، وبتتكلم على أراضي، وبتتكلم على زمن. فإحنا عارفين إن في موروث من 30 سنة أهمل فيها التعليم، أدى ومع الانتجار السكاني طبعا أدى إلى تفاقم مشكلة الكثافة.